السلام عليكم. مشرف حضور عائلة شهداء وشرف الدورة والجمعيات والمنظمات، نرحب بكم. سأحب نحكي في القضية الخاصة للمحكمة العسكرية بالكاف اللي شفت مهزلة، مش حاجة مهزلة بطبيعة الحال. تضربت نهار 3 جانفي 2011، ضربت حكاية الأربعة متاع العشية، وتوفى بعد بساعة ولا بساعتين محمد سيد كسرى ولا يرحمه، تضرب على مستوى الكلوة متاعه اليمين. وقت بعثت لي المحكمة متاعنا في القروان المدنية، أش حدث؟ قالوا لي تو قضيتك راهي مشيت للمحكمة العسكرية. مشيت للمحكمة العسكرية، تفوجأت، قابلت شيخ حبيت نسأله، قلت له بالله يا بيرو سي فوزي العياري وينو؟ التحقيق بعث لي جواب، قال لي انت من جرح الثوره؟ قلت له ايه. قال لي باش مضروب؟ قلت له مضروب برصاصه في كتفي وميت معايا واحد. قال لي احنا شكون اللي ضرب؟ قلت له امن. قال لي عندنا امن يضرب الكرتوش؟ قلت له لا، ضرب لي جيش. كيف هكا ما دام؟ قال لي تفوجئت. قال لي امن؟ ما عندناش امن يضرب الكرتوش. قلت له ما لي جيش اللي ضرب. قال لي لا لا، الامن ضرب. قلت له لا، انتم ضاربين. استغربت، قلت له امن ما فهمش يضرب الكرتوش، عند شكون ماناش طيب اللي ضاربيني بها واللي متوفي بها محمد السيد الله يرحمه. قال لي امن مش هو جيش. كي مشيت بحق عند سي فوزي العياري، قال لي حاتم تعرف شكون اللي ضربه؟ قلت له لا. قلت له اما اللي ضربني راهو من فوق بنية مقابلة المنطقة، وقت اللي ضربني مولا الدار مشيت واللي طلعوا له فوق العريق بتاعه، قال لي خويا راني نشهدك، نشهدك اللي طلعوا لي من فوق سطحي ويضربوا بالكرتوش. ضربت انتي وتوفى بعدك محمد سعيد. قلت له راهو فما مولا الدار اللي يحب يشهد. قال لي لا تدخل مولا الدار لا شيء. قال لي القضيه بتاعك اكب حضر كيفاش تضربت وشو حالك والسر بالضبط. قلت له كيفاش سي فوزي؟ قال لي المحكمة بتاعك تم التعرف على عدم الجاني، مش تولي لك توا محكمة إدارية. قلت له كيفاش؟ محكمة إدارية وأنتم اللي ضربني تعرفوه. قال لي لا، كيفاش مش نعرفوه؟ أنت ما عرفتوش، المضروب ما عرفتوش، مش نعرفوا أنا اللي في الكاف. قلت له سي فوزي، وزارة الداخلية وزارة الدفاع الاثنين يعلموا، أعطونا الأربعة متاع العشية والخمسة والستة، شكون اللي ضرب برصاص الحي؟ كان مواطنين جيبوه منا، مواطنين ما عندوش طاير ولا عنده بيسولات، نجموا تجيبوه، أما أمن هذا اللي ضربوا بس أماهم، خاطر وزارة الداخلية كي تمد أخيرا للمنطقة كلها بس أماها تمدها، ما تمدهاش في المسيب هكاكا، تحاسبهم حتى على الرصاص، الرصاص تخرج كل واحد من المخزن بتاعه يبان قداش كل من واحد خرج الكرتوش. قال لي يا حاتم اسمعني، قال لي ولدي راهي تحفظك، اما راهي مش تبقى لك محلوله. قلت له كيفاش تحفظك؟ ومن هكا كيفاش مش تبقى محلوله؟ قال لي باذن الله نعيطولي. عندهم 3 سنين تو، 3 سنين وداخلين في العام الرابع. لا عيطولي ولا سمعوني ولا جاوبوني يا اخي. هذه المحكمه العسكريه نتاع الكاب. تشوف اللي يتكذبوا علينا في التلفزه ويحكوا ويقولوا المحاسب، انا محاسب تحكوا عليه، وانا هي دولة القانون والمؤسسات. وينهم المجرمين اللي قتلت الارواح واللي سخطت العباد واللي خلت اماتهم تتباكى واللي خلى مرته واللي تعاق واللي تقصت رجله واللي تضر؟ علاش؟ عباد ما تخبيش ربي. هذه باش المرة الجاية شعب تونس تقول لك عبرة، باش ما عادش تخرج للشارع وتطلب بإسقاط النظام. نحب نوصل رسالة للشعب التونسي بصفة عامة، اللي خان دم الشهداء الشعب التونسي بأكمله حاشا ما يستاهل، مش الكل اللي يخرجوا لك بالتلفزة كسمير بلعود، عايزه بلعود مش سمير تيلو، وزارة القمع والاستبداد مش وزارة حقوق الإنسان، وزارة القمع والاستبداد يخرج يبدأ يمثل علينا. عاملين لجنة اللي في وزارة حقوق الإنسان، وقت مشيت قابلت اللجنه تفوجئت، مد لي جواب وقال لي برا السبيطار سينا، سبيطار ابنه سينا ما نعرفوش، سبيطار راجل سينا كي نسال فيه قالوا لي برا راهو سبيطار الراجل، مشيت نسيلوت في الجلاسه. من هكا
يا مينا الزغرامي اللي حاطينها في المجلس التأسيسي للشهداء وجرحى الثورة، راهي ماشي لجنة شهداء وجرحى الثورة، راهي لجنة العفو والتشريع العام هذيك، تخدم في مصالح العفو العام. يا مينا الزغرامي تمثل علينا، ليس تمثلنا. نحب نقول بالحكومة هذه رانا ما خبناش من بن علي الدكتاتوري، ما بالك مش يخافوا منكم انتم يا جبناء، راكم كنتم في المنفى، كنتم تحت الارض، راه الخوف كان من رب العالمين سبحانه رب العزة، بإذن الله قدرة ربي الواحد كان مشكم شايفين حل، تو نشوفوه نحن ولاد الحكومة الشعبية ولاد الولايات ولاد الشعب، المحاسبة تنحقوها نحن، كان ما فماش قانون في الدولة هذه، تو كل واحد ياخذ حقه بيده. ونوصل لعائلات الشهداء تحية بشهر ربي ثلاثة مرات، الحب كلمة واحدة وقلب واحد ويد واحدة، والرخلة رانا مع بعضنا وبإذن الله ما نخافوا من شيء، ونكونوا صف واحد ومتوحدين، راهو ربي معانا ورانا زواولة وربي فوق من كل، راهم هاذم حاشا ما يستاهل اللي في الدولة، راي قرابة الشر مشرمة بأتم معنى الكلمة. وين حقوق الإنسان اللي يحكوا عليها؟ أنا حقوق الإنسان اللي يحكوا عليها، اللي قتل الأرواح ترقى، واللي الله أعلم كل واحد وين مشى، ويخرجونا ساعة 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 في التلفز ويبدو يحكون على الثورة، يقول لك ثورة الياسمين، لا مضروبين بالولد، نحن مضروبين برصاص الحي، مش مضروبين بالياسمين، برصاص الحي مضروبين. حب نوصل مساج بالله لعائلة الشهداء، راه يمينة الزغلامي هذي وفوزي الكذاب، راو وخاصة سمير البلعوض، راو الكل كذب في كذب، راو يخز لنا الشعب التونسي عبارة جريح ثورة ولا عن شهيد، عبارة مدفار، وراو نحن مازلنا ما خدنا شيء، لا محاسبة لا علاج، ما فما شيء، وما نستنوا منهم حتى شيء، كان ما نتحركوش وحدنا بقوتنا ومعنا ربي، راه ما نوصلوا لشيء، والسلام عليكم.